مغرب فعلوا فعلوا اسمه اطلس. اطلع يا رونالدينو اطلع. خلاص صفر حكم صفر خلاص. مبروك 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 مبروك. رونالدينو بيبكي الان. يلا مع السلامه اخرج. الف مبروك الف مبروك. كتبوا التاريخ والله كتبوه. النصف النهائي خلاص ان شاء الله بيسحقوا ولا هذا المباراه القادمه ويطلعوا على طول الكاس عربيه بتظل العربيه باذن الله. وعدنا لكم ايها الاعزاء والاكارم يوما من المجد والله يوما من الذي قال من التاريخ. اليوم اسود المغرب يعني فعلوها فعلوها بس الله يسامحهم قد الضغط عندي يمكن حوالي 200 او 250. الحمد لله انها خرجت بهذه الطريقه. كان الحكم باي طريقه يريد خساره المغرب باي طريقه. تخيلوا تجاوز الوقت هذا بدقيقه، تجاوزها بدقيقه عيني عينك. لكن سلم الله الان نغير رونالدينو والله نرويكم كريستيانو. مبروك مبروك يا سرمد مبروك للعرب كلهم. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. كريستيانو بيبكي. كم اخشى على المنتخب اليمني في يوم من الايام، كم اخشيت اليوم على المغرب. يشهد الله. اي والله اي والله يشهد الله. المربع الذهبي بطوله بحد ذاته.